Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malik. Today, inshallah, the 12th of June 2021, corresponding to the 2nd of the Al-Qa'dah, 1442 Hijri, we have in front of us Malik, who has completed 30th Juz, inshallah, and today he'll be undergoing his imtihan, his exam. Malik, the first question to you, inshallah, can you read for us Surah Al-Nazi'at? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wan-nazi'ati ghadqa. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإن هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. حسبك. Second question, Malik. Can you recite from كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على
ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا Inshallah, Malik, can you recite Surah Al-Alaq? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتج لنصفا من معصية كلا لئن لم كلا لئن لم ينتج لنصفا لئن لم ينتهي لنصفا لنصفا بالناصية كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي لنصفا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فلندع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه وابدر واقترب صدق الله العظيم جزاك الله خيرا. This is the end. Yes.